زملائنا في راديو صراحة أفام وباقي الإذاعات التي لم تتحصل إلى الآن على ترخيص العمل القانوني. بالنسبة لنا نعتبر أنه منع وسائل الإعلام هذه من الترخيص القانوني هو محاولة للتضييق على الكثير من الصحفيين وخاصة الشبان منهم، لأنه نعرف أنه الإذاعات الجديدة خاصة والجرائد والتلفزة الجديدة معناها أغلبها تعتمد على الصحفيين الشبان، ونعرف جيدا أنه فما العديد من التراخيص اللي تعطت بعد 14 في 2011 تعطت على أساس ارتباطات معناها معروفة للناس كليكا. نتمنى أنه يتم القطع مع الفساد اللي حصل له، أنه يتم تمتيع كل من يطمح إلى بعث وسيلة إعلامية من حقه. بعد ليك التقييم يبقى للصحفيين ولباقي المعنيين بالقطاع، ما هوش من حق لا الهيكا ولا أي طرف آخر في البلاد هذية أنه يمنع أي وسيلة إعلام من العمل القانوني.